السلام عليكم. ثلاث سنوات منذ اختطاف السياسي محمد قحطان، هي الثلاث سنوات ذاتها أو أكثر منذ اختطاف الدولة. شخصية قحطان هي التعبير الأقوى للبلاد، فهو أحد أبرز رواد العمل السياسي والنضال السلمي، ومن أهم الشخصيات المؤثرة في حزبه في الوسط السياسي. ففي الوقت الذي كان صوت قحطان السياسي المدني يعلو مناديا بالتحول الديمقراطي للبلاد وعبر الأدوات السلمية، انقضت الميليشيا عليه كما انقضت على بلاد بأسرها وأجرفت كل ممكنات الحياة. مشاهدينا الكرام، مع انطلاق الحملة الشعبية المطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان من سجون ميليشيا الحوثي، هي مناسبة للمساء اليمني للتذكير بمأساة المختطفين والمخفيين قسرا، هؤلاء الذين يعانون الجريمة مضاعفة. ثمة موقف ظهر فيه محمد قحطان رافعا لورقة أمامه مكتوب عليها: الإصلاح يلتزم الصمت حتى يفرج عن الرئيس. كان الجميع حينها يحاور الحوثيين فيما الرئيس قيد الإقامة الجبرية. الآن أين موقع الرئيس هادي والحكومة والأحزاب؟ ما تفسير سكوتها وخفوت الصوت المطالب بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا؟ ولماذا يغيب هذا الملف أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ لماذا تراجعت المطالبة بهذا الملف في المفاوضات والزيارة الخاصة بالمبعوثين الأمميين؟ ورقة المختطفين والمخفيين والألغام من أهم الأوراق بيد الشرعية، فلماذا لا يتم كشفها أمام العالم وتقديم بعض الجرحى والمعذبين من المختطفين ليكونوا سفراء الوضع الإنساني أمام المحافل الدولية ونماذج من الانتهاكات لكشف أسلوب الميليشيا باستثمار هذا الملف في الخلط بين الأسرى المدنيين والمواجهات؟ نناقش كل ذلك في هذه الحلقة من المساء اليمني، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. يقولون عنه أنه صاحب النقلة السياسية لتحول الإصلاح من جماعة إلى حزب، ويقولون عنه أنه ثاني اثنين نقلوا الحركة السياسية الحديثة إلى أفق وطني جامع من خلال إنجاز كتلة سياسية تاريخية عرفت باللقاء المشترك. جار الله عمر تحت تراب البلاد ومحمد قحطان خلف القضبان. محمد قحطان أو قحطان، من أينما قرأت اسمه ستجد له حضوره السياسي لدى كافة الأطراف السياسية باستثناء أطراف الانقلاب، وبات بالنسبة لليمنيين قضية رأي عام حاضرة وبارزة تتجدد مع تجدد ذكرى اختطافه. ثلاث سنوات مضت على اختطاف وإخفاء السياسي الذي يعد من أبرز وجوه العملية السياسية المنبثقة عن ثورة فبراير دون معلومات تذكر عنه وعن رفاقه العسكريين محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب. وبحسب متابعين، يخشى السجان قحطان كونه أحد المعبرين عن الحركة الوطنية التي تعمل ليكون الحكم للشعب من خلال جمهورية اتحادية ديمقراطية تنقل المجتمع اليمني من قانون القوة إلى قوة القانون. بالمقابل، مثل اختطافه اختطافاً لمضامين كثيرة من بينها الحياة السياسية والتوازن الوطني وفكرة التغيير بناء على رؤية حكم لا مركزي قائم على مسلك التوزيع العادل للسلطة والثروة ومساواة قانونية لا تكون بديلاً للمساواة الاجتماعية لكنها مقدمة لها. ملف المخفيين قسراً ومن بينه قحطان لا يعد حاضراً كما ينبغي في أجندة الشرعية التي هي الأخرى لا تضع هذا الملف بعين الاعتبار في المفاوضات واللقاءات بالجهات الدولية بما فيها لقاءاتها مع المبعوث الأممي والدوائر العالمية ذات الصلة بالشأن اليمني. وبحسب عدنان العديني، حتى ومحمد قحطان مختطف إلا أنه قادر على بث الروح الوطنية في نفوس الجميع بمختلف توجهاتهم. في ذكرى اختطافه حضرت اليمن كلها، وهذا أمر قل نظيره في زمن الشتات واختفاء القادة الذين يتمتعون بشعبية واسعة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي من كندا، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عبد القادر. وأود بداية، حين نقول محمد قحطان،
ما الذي يستفز ذاكرتك دكتور عبد القادر؟ المرونة، القدرة على فهم الآخرين، القدرة على التعامل مع الآخرين، خفة الروح، القدرة على تكثيف مواقف ومفاهيم معقدة في 4 5 كلمات، الروح البلدي للشعب اليمني، والكفاءة في العمل والتنظيم والإدارة. نعم. إذن يعني لو عدنا بالذاكرة دكتور عبد القادر، يعني ما هي آخر اللقاءات التي جمعتك بين محمد قحطان قبل اختطافه؟ تمام، شكرا على هذا السؤال، لأنك أنا مشفق على جمهورنا الكريم، إنه قد شبع صياح ونواح وأشياء حزينة، وهو ما حصل له شيء حزين. الحوثيين ما سابوش حي من أحياء اليمن لم يصيبوه بالألم، ومحمد قحطان إحدى الجراح وإحدى الآلام التي أصيب بها شعب اليمن. آخر واحد تكلم مع محمد قحطان قبل ما يقبضوا عليه في إب كنت أنا. بالصدفة اتصلت، هو اتصل بي، اتصل بي قبل ما يدخل إب، قال لي أنا في طريقي إليكم. قلت له أيوة إيش؟ قال أنا في طريقي إلى عدن. قلت له تمام، لو وصلت إلى تعز أنت تنزل عندي. قال لا، أنا معي أمي في تعز، لا لو ما كنتش معي أمي كان أول واحد شفكر أنزل عنده أنت. بعدين قلت له فين رايح؟ قال أنا رايح عدن أزور الرئيس هادي. الرئيس هادي كان قد هرب من سجنه أو من مكان احتجازه في صنعاء قبلها بعدة أيام ووصل إلى عدن. أول ما قال لي هذا الكلام أنا صحت. الآن قبل دقائق الحوثيون قالوا أن من سينزل إلى عدن يعتبر مجرم وسيلقى القبض عليه. فوجئ وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش نعمل بهم هذول؟ كيف نعمل بهم هذول؟ وبعدين أنهينا المكالمة. بعد شوية اتصل به ثاني وإنه تليفونه مقفول، كانوا قد قبضوا عليه. وبعدها بساعة عرفنا بالوسائط الاجتماعية كلها أنهم قد قبضوا عليه. نعم. قبضوا عليه ورجعوا له، حبسوا شوية وبعدين خلوه بالإقامة الجبرية في بيته بصنعاء. كان معروف، كان مكتوب. بعد محاولات غير عادية قدرت بعد عدة أيام أعمل مكالمة أخرى معه. المكالمة الثانية كانت كلها حسرة من قبله. قال إنه ممنوع حد يتكلم مع يجي يزوره. سمحوا له عادهم بأنه يتكلم بالتليفون، وبس كان متضايق جدا من سوء معاملة الحراسة اللي تحت الحوثية لدخول النساء والعائلات اللي جو يطمئنوا على عائلته. نعم. هذه المكالمة الثانية، وكان تحت الإقامة الجبرية. المكالمة اللي بعدها كانت حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، بعد قيام عاصفة الحزب يوم 26 مارس. أنا كنت مشهور أنا مستقل، بس هو كان بيعجبه الكلام معايا على أساس يشوف عينة من رأي الآخرين، رأي لا. الآخرين. سألني ها إيش رأيك؟ قلت له اليوم الماضي ده 25 مارس واليوم اللي قبله قتلوا 12 واحد في تعز من المتظاهرين وضربوهم بالغازات السامة أمام معسكر الأمن المركزي اللي كانوا قاعدوا يتظاهروا لا يريدون أن تكون تعز منصة انطلاق للهجوم على عدن. عدن كانت في حالة غليان، والمحافظ شوقي كان توه استقال بالليلة السابقة
وإحنا كنا في حالة حزن شديد. قلت له أحسن حاجة حصلت عاصفة الحزم، لو في الحين حد ثاني معه رأي ثاني مش ما لازم تحاسبوا الناس على السياق. السياق هذاك الوقت كانت تعز مجروحة مقتولة مضروبة، وبعدين أجا واحد بيضرب من الجو الذي قتلها والذي جرحها والذي يضرب أهاليها بالغازات المسيلة للدموع والذي تسبب في رحيل محافظها. هذه آخر مكالمة، وأعتقد آخر مكالمات له معايا أو مع أي حد ثاني، لأنه بعدها تم إخفاؤه قسريا وتم قطعه عن العالم. ما الذي يعني إخفاء شخصية كمحمد قحطان دكتور عبد القادر؟ يعني هذا العقل السياسي يعني يمثل حالة سياسية صحية، ما الذي يعني ذلك في ظل حكم الميليشيا؟ ضرب المثل، أعتقد أنهم يعتقد زي حكاية الرهائن اللي كانت أيام الإمامة، حكاية أنه اضرب يد من حديد لكي لا يفكر أي شخص آخر في الاعتراض، وبعض منه شماتة وبعض منه حقد وبعض منه على مواقف سابقة، يعني ولا هم يعرفوه جيدا، يعني هو حاورهم وناقشهم وأكل عيش وملح معاهم وصلى معاهم واستغفر معاهم وبعدين يحبسوه، يعني هم يعرفوا يمكن أكثر مني، اللي نعامل نفسي إن أنا قد إن أنا بصدفة من صدف اليمن العجيبة تصاحبت أنا وهو، لكن هم مؤكد يعرفوا أكثر مني، يعرف. فلما يحبسوا إذا الغرض هذه حالة نفسية، إنه يحبس آلاف عشرات الألوف لا يخدمهم حبسهم بشيء إلا ضرب المثل وترويع الناس وتخويفهم ألا يفكروا بالمعارضة أو المقاومة. نعم. ونحن نتحدث عن شخصية كمحمد قحطان دكتور عبد القادر، ربما لقربك منه يعني دعنا نستمع إليك لأبرز محطات الرجل من خلال معرفتك بها، أو ربما محطات لم يتعرف عليها الناس بعد. إيش رأيك شبدأ بأول الحين؟ أنا ابتدأت بآخر لقاء أو آخر كلام بيني وبينه. نعم. الآن سأنتقل إلى أول لقاء بيني أول وبينه. لقاء، نعم تفضل. كان بعد تأسيس اللقاء المشترك. نعم. بعد تأسيس اللقاء المشترك نزل هو والمرحوم محمد عبد الملك المتوكل، وسلوى كلمي أحمد لا يكلمني. نعم دكتور، أنت على الهواء. نعم. فهو نعم، يبدو أن هناك مشكلة مع الدكتور عبد القادر إلى أن يعود إلينا، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن يعني 3 سنوات من الإخفاء القسري لعقلية كمحمد قحطان. ما الذي استجد موقف الحكومة مما يحصل، المستجدات الأخيرة والمتابعة الأخيرة، وربما نود الحديث أيضا عن الحملة الإلكترونية التي صاحبت الذكرى 3 لاعتقال محمد قحطان. إذا إلى أن يعود إلينا الدكتور عبد القادر وهو يتحدث عن محمد قحطان بشجن واضح وحديث لا يخلو من الذكريات التي ربما تؤطر أكثر شخصية محمد قحطان لدى المشاهد، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليه. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة.
إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن قحطان نجل المختطف محمد قحطان من إسطنبول. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني؟ نعم أسمعكم. نعم سيد عبد الرحمن، يعني بداية أود أن أتحدث معك بمرور 3 سنوات منذ اختطاف والدك واختطافه، ومثل لدى الكثيرين اختطاف للحالة السياسية، كيف تقيم الحملة التي تمت بمرور 3 سنوات منذ اختطافه؟ الحمد لله، يعني بجهود الجميع نحاول أن نصل إلى رفع الوعي بشأن قضية قحطان. أيضا نحاول من خلال هذه الحملة أن نصل بأصواتنا إلى من يهم الأمر، إلى منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية. نريد الكشف عن مصير قحطان. نعم، إذن يعني هل لديكم أي معلومات عنه، عن صحته، في أي سجن هو، أي خيط يدلكم على مكانه؟ للأسف يعني منذ اختطافه لم نتلقى أي معلومة صادقة تثبت لنا عن حالته الصحية أو عن مكان تواجده. نعم، إذن كيف تجد دور الحكومة في متابعة ملف المختطفين بشكل عام وعلى رأسهم ملف والدك محمد قحطان؟ نتمنى من الحكومة الشرعية أن تبذل جهد أكبر للكشف عن مصير قحطان. ليس لدينا معلومات واضحة عن مدى تحركهم تجاه القضية، يعني عن سواء قضية قحطان أو بقية المختطفين. نعم، يعني لا تتواصلون مع الحكومة نهائيا؟ ليس لدينا خيط تواصل، لكن مجرد تطمينات، يعني ما ليس لدينا أي معلومات. نعم، في الداخل هل لديكم أي ضغوط لمعرفة مكانه من خلال هذه الحملة؟ هل تجدون أنها ربما تحرك شيئا؟ حاولنا في وقفات احتجازية، قوبلنا بالعنف والقمع. نعم. كلها لم تجد، يعني ذهبنا إلى مقر الصليب الأحمر، زرنا أكثر من منظمة لحقوق الإنسان، لكن كل هذه المحاولات لم تجدي. نعم، طيب يعني من خلال هذه المتابعات، يعني ربما مختطف يخرج يحدثكم عن مرة من هنا سمعنا أنه موجود هنا، هل لديكم أي معلومات مثل هذه أم أن هناك انقطاع تام عن المعلومات؟ ليس هناك يعني أدنى معلومة عن مكان تواجده، يعني أيوة كأنه يعني مخفي عن أي وسيلة، يعني تمنح عن أي وسيلة للتواصل مع أي فرد. نعم، ممكن يتواصل معه. طيب يعني كم لكم من، يعني منذ اعتباري أنه مخفي تماما عن أي معلومة، يعني متى آخر مرة تم التواصل معه أو معرفة أي خبر عنه؟ أنا تواصلت يعني عن طريق عبد القادر هلال بعد اختطافي ب4 أيام. نعم. يعني استطعنا عن طريق وساطة من الدكتور عبد القادر هلال رحمة الله، قابلته، لكن بعد 4 أيام من الاختطاف يعني شيء لا يذكر. هذا من بعد اعتقاله ب4 أيام إلى هذه اللحظة لا توجد أي معلومة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الرحمن قحطان نجل المختطف محمد قحطان، نتمنى السلامة لوالدك وأن تطمئن ويطمئن يعني جميع محبي ومتابعي محمد قحطان. كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، وينضم معنا أيضا الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الخير عليك أستاذة وأنت وجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ فؤاد. أود أن تحدثنا عن الاختطاف والإخفاء القسري، جريمة مركبة كما يتم توصيفها، ما هو التوصيف القانوني لها؟
نعم، جريمة الاختفاء القسري طبعا هي أحد الجرائم الموصوفة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية في درجة تعتبر من أخطر الجرائم التي الموجهة ضد الأفراد وضد الأشخاص، باعتبارها كما تفضلت جريمة مركبة وباعتبار الظروف المشددة المحيطة بها. جريمة الإخفاء القسري هي قلنا أنها مشددة من عدة نواحي، تختلف عن الاعتقال مثلا، عن الاعتقال العادي، لأنها الإجراءات لاتقادها للمعايير القانونية تجري عادة في أي اعتقالات أخرى حتى لو كانت سياسية، وأيضا للمآلات الخطيرة التي تترتب عليها في ضمن الاتفاقيات الدولية، في مواثيق حقوق الإنسان، في اتفاقية جنية، في الاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري، كل هذه الاتفاقيات اللي من موقع عليها وملتزمة دوليا. الفارق ما بينها مثلا وبين الاعتقال أن جريمة مثلا الاختطاف القسري غالبا كجريمة إخفاء الأستاذ محمد قحطان لم تكن هناك مذكرات اعتقال، لم يكن هناك غطاء قانوني من النيابة العامة أو من المحكمة من أجل اعتقاله، لم تكن هناك محاكمة عادلة لحقت اعتقاله كما جرت في بعض الحالات، وبالتالي أيضا كنتيجة أيضا الإخفاء القسري أيضا ليس هناك معلومات، وهذا هو الشيء المهم، ليس هناك أي معلومات رشحت عن مصير الأستاذ محمد قحطان، ليس هناك أي معرفة عن حالته الصحية، عن وجوده أو عدم وجوده. هذه الأشياء تجعل من الجريمة هذه جريمة مشددة الظروف، وأيضا جريمة ضد الإنسانية. لا توجد أيضا زيارات، لم تسمح الميليشيا العصابة هذه التي اختطفت هذا الشخص الأستاذ محمد قحطان بزيارات عائلية للإطمئنان، ولم تعطي أي معلومات للتطمين عن مصيره. هذا ما يجعلها جريمة مشددة يعني. والاختفاء القسري طبعا هو جريمة الاختطاف محمد قحطان، هي يعني نحن نتحدث عن جريمة عن عصابة، وجود عصابة خارج نطاق القانون. نعم، لكن هذه العصابة أستاذ فؤاد يبدو أنها لا تأبه لهذا القانون الدولي ولا تأبه للمصير الذي ممكن أن تناله. يعني هناك شهود عيان يخرجون من السجون ويحكون مآسي تحدث لهم في سجون الميليشيا، لكنها لا تأبه كما يبدو ولا تهتم لذلك. برأيك ما مخاطر استمرار تغييب قحطان بسجون الميليشيا بهذا الشكل ألا يعني الواضح أنه لا مبالاه فيه؟ طبعا قحطان بما يمثله يعني الميليشيا الحوثية تعتقل أكثر من 13 أو يعني تقريبا هذا الرقم الذي رشح قبل أشهر من بعض المنظمات الحقوقية، أكثر من 13,000، جزء كبير منهم من هؤلاء المعتقلين، من شرطة، من حقوقيين، من إعلاميين، كل جزء كبير من هؤلاء كلهم موصفين كجريمة إخفاء قسري، لا يعلم مصيرهم لحد الآن. وبالتالي نحن نتحدث عندما نتحدث مثلا في الحالات اعتيادية عن دولة حتى لو كانت ديكتاتورية، حتى لو كانت ديكتاتورية، عن حالة اختفاء، عن حالة اعتقالات، فإنها تأتي في سياق قانوني حتى وإن كان غير صحيح. لكن نحن إذا جماعة خارجة عن القانون، إذا عصابة كيف تتفاوض مع عصابة؟ بالتالي الخيارات محدودة جدا. هذه الجماعة هي التي في اشتباه كبير أنها قتلت الصحفي مثلا محمد العبسي، اختطفت كثير من الناس، أخطفتهم، هم مارست القتل خارج نطاق القانون بكثير، مارست التعذيب، وكلها جرائم جسيمة. لو وجدت هناك محاكمة بالمعروف المعايير الدولية سنجد أن هناك جرائم لم حتى تذكر في اتفاقيات جنية، مثلا الجريمة التي تضع الأشخاص كأماكن دروع للأهداف العسكرية، هذه الأمر ما هيش موجودة حتى في التصنيف في المواد في تصنيفات في مواد الاتفاقيات الجنية. وبالتالي هي جرائم هي تجاوزت ما هو موجود أيضا، ماذا هذا إليه العقل البشري في أسوأ حالاته من ناحية التعذيب. نعم، إذن أستاذ فؤاد يعني بهذا الشكل نجد أيضا المجتمع الدولي رغم وجود هذه الجرائم التي تتحدث عنها إلا أنه صامت حيال هذه الجرائم، يعني لا يوجد أي ضغط دولي حيال المختطفين أو المعذبين أو يعني المغيبين قسرا، لا يوجد أي اهتمام حقيقي ناحية حتى من يعني ضحايا الألغام الذين تحدثت عنهم، في ظل يعني ربما عدم اهتمام المجتمع الدولي بهذه الجرائم، يبدو أن هذا الأمر هو ما يجعل الميليشيا تستمر وتستمر في مثل تصرفاتها.
المجتمع الدولي اذا تحدث المجتمع الدولي ليس لديه ادوات للضغط عليها، يعني سواء من خلال المفاوضات من خلال مسار الازمه السياسيه من البدايه، لا توجد لديه ادوات كثيره للضغط على الجماعه الحوثيه. في الاخير هو مجتمع يحاول لعب دور الوساطه، تخفيف الجانب الانساني، الجانب الاغاثي، لكن ليس لديه تلك الادوات اللي كان استخدمها. من لديه هذه الادوات؟ من الذي لديه هذه الادوات استاذ فؤاد؟ المجتمع الدولي نص في القرار، مثلا القرار 2016 نص في احد ملاحقه على الافراج عن جميع المخفيين قسريا. هذا المجتمع الدولي الرسمي، المجتمع الدولي غير الرسمي، هيومن رايتس ووتش، منظمه العقديه كلها ادانت، المجتمع المدني، كل الناس تتكلموا عن هذا الشيء، لكن لا يوجد ادوات ضاغطه، لا يوجد من لديه الادوات استاذ فؤاد؟ من الذي يستطيع الضغط؟ من الذي لديه القدره على يعني الضغط على هذه الميليشيا ولديه الادوات التي تتحدث عنها؟ اعتقد انه يجب يعني هناك مسؤوليه للدوله، يعني انا احب ان انظر لمحمد قحطان، هو رجل يمثل الدوله قبل ان يمثل مثلا حزبه بالدرجه الاساسيه، يعني الدوله كانت تستطيع يعني الحكومه الشرعيه من خلال مثلا ممارسه ضغوط خلال فتره المفاوضات، باعتبار ان الاخفاء القسري هو يعني اذا لم يكن حتى الافراد تخفيفه الى درجه من درجات الاعتقال، بمعنى معلومات عنه، التواصل معه بشكل او من الاشكال تحاول ان تضغط خلال سيروره المفاوضات، آلية تبادل الأسرى من خلال سيرورة المعارك العسكرية، تحاول أن تطرح يعني تطرح أحد الجوانب أحد البدائل من أجل الضغط على الميليشيا، إذا وجد لديها قادات من الميليشيات الحوثية مثلا، إذا وجدت يعني ربما يكون فيها ضغط، لكن حتى الحكومة الشرعية نفسها باعتبار قحطان له خلفية حزبية معينة لا تستطيع أن تطرح هذا الجانب بشكل كبير، يعني ربما حسابات مع التحالف العربي، مع التحالف باعتبار انه خلفيه حزبيه ربما تؤثر في هذا الجانب، وبالتالي هامش المناوره يبقى ضعيف جدا، لكن من خلال المفاوضات، من خلال يمكن سيروره المعارك العسكريه، من خلال تبادل الاسرى، صفقات معينه، تحاول ان تطرح حتى موضوع، لكن هذا السكوت سكوت غريب يعني ومريب. نعم، هذا هو سكوت الحكومه يعني وجميعنا تحدثنا عنه ومستغرب ايضا. ماذا عن سكوت حزب الاصلاح، احزاب اللقاء المشترك الذي مثل القحطان يعني عمود اساسي في تكوينه، يعني لما يغيب صوتها عن دورها المناط بها تجاه قحطان؟ لم يعد هناك امل من الاحزاب في داخل اليمن، الاحزاب كلها اصبحت احزاب مرتهنه للعواصم التي يعيش قادتها فيها. وبالتالي التعويل على من نعول، لنكون واقعيين، كل هذه الاحزاب اصبحت قرارات، لم تعد احزابا وطنيه بالمعنى الحرفي لهذه الكلمه، اصبحت قرارها لم يعد قرارها وطنيا، اصبحت قرارات هي قرار العواصم التي يقطن فيها افرادها، ليس هناك مناورات، ايضا حتى حزب الاصلاح لديه من المصالح في داخل اليمن، لديه مصالح في داخل صنعاء، لا يستطيع ان يطرح الموضوع، محمد قحطان رجل لا ينتمي الى قبيله. محمد قحطان الميليشيا الحوثيه احد جرائمها الرئيسه انها مارست نوعا من الفرد السلالي والمناطقي في اعتقال محمد قحطان، نحن نعرف ان الميليشيا الحوثيه افرجت عن بعض المعتقلين الذين ينتمون الى خلفيات قبليه وخلفيات سلاليه معينه، مثلا حسام الاحمر غيره من مشايخ القبائل بسبب انتمائهم الى قبائل معينه، زيد الشامي كثير من القيادات الاصلاحيه التي تنتمي الى الطائفه الهاشميه القبيله الهاشميه في داخل صنعاء، لانه بسبب هذا الانتماء السلالي، وبالتالي هي تضع نفسها في مواجهه شعب، في مواجهه هي تعزز الفرد العرقي الفرد السلالي في مواجهه هذا المجتمع حين تعتقل. محمد قحطان رجل مدني، محمد قحطان لم ينتمي الى اليمن، ليس وراءه قبيله، ليس وراءه حزب ممكن ان يقوم بلعب دور في مساله افراده، ليس هناك ادوات ضغط كبيره، وبالتالي اختطاف محمد قحطان هو اختطاف للمستقبل اليمني، اختطاف لمخرجات الحوار، اختطاف للمستقبل الذي بوله اليمنيون في مسودة الدستور ومخرجات الحوار الوطني، محمد قحطان اختطاف، بالتالي يجب على شباب الاصلاح وعلى شباب حزب الاصلاح ان يبذلوا دورا كبيرا، محمد قحطان هو مستقبل حزب الاصلاح، محمد قحطان هو التعبير عن التوجه الليبرالي وهو المستقبل الوحيد الذي يمكن ان يتاح لحزب مثل حزب الاصلاح. هناك ضغوط دوليه ومحليه واقليميه وحتى محليه ضد الاصلاح كجماعه اخوانيه، وبالتالي محمد قحطان هو كان عراب الحزب الاصلاح باعتباره جماعه
باعتباره ليس جماعه وانما باعتباره حزب وطني يمني لا علاقه له بالحزب الجماعه التي ممتده الى خارج الى 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 ما فوق وما فوق وطنيه. محمد قحطان اعطى نموذج من خلال تجربته في اللواء المشترك مع الشهيد جار الله عمر من صحيح. خلال تجربته في هذه الترويكه اذا استعرضنا مصلحه الترويكه التونسيه التي حكمت ما بعد الثوره التونسيه والتي جمعت ما بين الليبراليين واليمين واليسار والاسلاميين والعلمانيين في داخل تونس. محمد قحطان هو المستقبل القادم للحزب الاصلاح. محمد قحطان هو المستقبل الوحيد الذي يمكن ان يسمح بحزب الاصلاح فيه. الان له تهديد وجودي اذا لم يتكاتف محمد قحطان وفكر قحطان ورؤيه قحطان نحو الدوله اليمنيه هي مستقبل حزب الاصلاح وليس من خلال العديني المتطرف الذي يعيش داخل تعز وتوجهه والمشايخ الذين ومشايخ جامعه الايمان الجناح المتطرف الذي هو اقرب الى القاعده والذي يرفض مخرجه الحوار الوطني يقرب مخرجه الدوله المدنيه وبالتالي عليهم ان يلتفوا ان يمارسوا جميع المنظمات كلها من موقعه في هذا الاتجاه اذا لم يكن في اتجاه إطلاقه على الأقل في تمثل أفكاره في تمثل رؤيته باعتباره مستقبل حزب الإصلاح ومستقبل اليمن أيضا. نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. عودة إليك أستاذ عبد القادر الجنيدي لكن هذه المرة عبر الهاتف. المعذرة منك على هذا الخلل خارج عن إرادتنا. دكتور عبد القادر كنت تود أن تحكي لنا يعني عن أول لقاء جمعك بمحمد قحطان فتفضل. يقول فكرة اللقاء المشترك. نعم. أنا قد كنت أعرف محمد عبد الملك المتوكل من قبل ولكن أول مرة أجلس مع محمد قحطان. يمكن هذه الوقفة تبين شيء مش معروف كثير عن محمد قحطان. الناس كلهم وأنا عندي إعجابي بلا حدود بجار الله عمر وبالدور اللي عمله جار الله عمر. لكن اللي قابله بالنص واشتغل حاجتين عملهن محمد قحطان شيئان مهمان لا يدركهما الجميع. الأول أنه هو اللي كان الصنو حق جار الله عمر في إنشاء تجمع أحزاب اللقاء المشترك. الشيء الثاني اللي عمله محمد قحطان بمرور الأيام وعلى طول سنين شغل اللقاء المشترك كان محمد قحطان ممكن يكون ما نطلق عليه اسم المدير التنفيذي للقاء المشترك لا. لأنه كان معه كثير موارد لوجستية وبشرية وإدارية الآخرين ما كانش بقدرتهم أنهم يجمعوها بنفس طريقته. فحتى لو كان الرئاسة الدورية لحزب آخر لأنه كانت تتغير الرئاسة كل ستة أشهر لحزب آخر فكان هو اللي بيبقى المجمع الرجل التنفيذي في الميدان. هذه مهمة جدا جدا يجب أن تذكر في سجل وسيفي محمد قحطان. خلاص عرفته. السلام عليكم. عليكم السلام. وانتهى عند الحكاية دي. يمكن بعد كذا ننتقل لثاني محطة بتعاملي مع محمد قحطان. نعم قبل انتقالك للمحطة الثانية اسمح لي دكتور عبد القادر نعم أن نرحب بك عبر سكايب. عدت إلينا عبر سكايب حلت المشكلة فتفضل واصل. تمام بس أنا ما أشوفك شو أنا لو أنت تشوفيني. تمام طيب فالمحطة التالية كان بعد اندلاع 11 فبراير وبعد ساحة التغيير. ساحة التغيير هذه كانت مغناطيس لقفت كل من ممكن ينجذب لها. صحيح. ساحة التغيير كانت زينب على الماء راحت له كل المخلوقات. بعضها راحت لترتوي وبعضها راحت لتفترس وبعضها لأشياء أخرى في نفسها. فكانوا كثير من الناس المستقلين يشوفوا اهتمامي ويشتكوا عندي. ما أناش عارف ليش يشتكوا عندي. تمام يقولوا انه الاصلاح ما بيخليناش نطلع على المنصه وانه بيحتكر المنصه. فانا عملت مجهود غير عادي للبحث عن تليفون محمد قحطان. لما وصلت له قلت له شوف يا محمد الله يعلم انت فاكرني ولا مش فاكرني بس انا عندي الموضوع الفلاني شكوى كذا 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 كذا. قال ولا يهمك ولا 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 يجوز ابدا ان احنا نسمح بهذا. تمام انه احتكار المنصه من قبل الاصلاح.
طبعا انا بحاول احكي لك سجايا وخصال وطريقه وطباع محمد قحطان من خلال حكايات حصلت من خلال اشياء حصلت فعلا. يعني بعدين قال ولا عليك، رد علي بعدها بعد ما استطلع قال امرناهم انهم لا ما يحتكروش المنصه، بس انا بالكل اريد ان اقول شيء، انه في علينا هجوم غير عادي وخوف غير عادي من الامن القومي، من الامن السياسي، من مجاميع عجيبه جدا. وفعلا ثبتنا بعد كده انه في ناس بلا اشكال والوان تحاول ايش هو اختطاف المنصه وتسييرها كما تريد. في ناس اشكال والوان حتى من داخل المعادين للساحات نصبوا خيام داخل الساحات، وهذا كان معروف. تمام. المهم مشيت الايام واصبحنا اصحاب، وتقريبا كان ما كثير في محطات بلا حساب الواحد ممكن يتذكرها، بس انا خايف مشفق على البرنامج ووقته. بنتقل لنقطة ثانية بعدها، اللي هي نقطة لما حصلت المماحكات في تعز ما بين قواعد حزب الإصلاح وما بين المحافظ شوقي، وكله على المناصب. فأنا كان دوري دائما أقرب بينهم، وأطفأت عدة اشتعالات وعدة اشتباكات بنجاح غير عادي، وكنت أخليهم دائما يرجعوا أصحاب أول من جديد، وكنت أصيح لعند محمد قحطان يا محمد كذا كذا كذا، ويقول لي ولا عليك، ويساعدني في تطفئة النار على قواعده، يعني يوقف معايا ضد قواعده شخصيا. نعم جميل. طبعا هذا يحسب له، يحسب صحيح. له كبير كبير يحسب له. نعم شخص كبير مثل محمد قحطان دكتور عبد القادر، يعني هل تعتقد أن حملة إلكترونية وشعبية تطلقها أو يطلقها ناشطون تطالب بالإفراج عن هي كافية يعني التوضيح بمأساة محمد قحطان بعد 3 سنوات؟ هو الناس ما نسوش محمد قحطان، بس مليح ان تخلي القضيه حيه. لكن لو انت عايزه رايي، لو انت تريد الراي، انا ما معي الا راي واحد، حكومه الشرعيه تقفل ملف التفاوض مع المفوض الاممي تماما الا بعد الافراج عن كل المخفيين القسريين. هذا ما عليهم شعيتهم، بس نكاية وشماتة وترويع، والآخرين ما يعملوش نفس عملتهم، يعني ما يروحوش قاطع مقطوع يخطفوا خلق الله الباقي، ما ولا هم بس اللي بيخطفوا الناس من بيوتهم. فالرد الحملة على عيني وراسي، لكن لازم حكومة الشرعية تقول لا تفاوض مع الأمم المتحدة إلا بعد الإفراج عن كل من هو محمد قحطان. هل تستطيع الأمم المتحدة الضغط على الحوثيين في هذا الجانب؟ خلاص، هي صاحب الحاجة معنب الطلب. نعم. صاحب يقولوا لهم لما تكلموهم تعالوا لنا. لما تقدروا هذا. ألو؟ نعم ما زلت أسمعك أستاذ عبد القادر، لكن يبدو أن الصورة ذهبت. نعم دخل أسامة وخلى الصورة ذهبت. نعم صوتك ما زال معنا، تفضل. فهو لازم الحكومة تقول خلاص أنا مش لعبة، عايزين مفاوضات، إحنا نريد حل سلمي على المرجعية الثلاث، بس الأول يفرقونا على حقنا المختطفين. هذا ضروري. هذا ملف مهم دكتور عبد القادر، هل استطاعت الشرعية أن تستغله كما يجب؟ يعني ملف المختطفين هو أبرز ملف انتهاكات الحوثيين في اليمن، يعني يفترض أنه ورقة رابحة كما يقال للضغط على الحوثيين أمام المجتمع الدولي. يعني الشهادات التي ترونها وأنتم خارجون من سجون الميليشيا شهادات يعني يشيب لها الرأس. أنت بالأمس واليوم جمال المعمري حكاية لا تصدق، أن هؤلاء بني يعني البشر، يعني أنهم يتعاملون مع الناس بهذا الشكل، فلما لا تستغله الحكومة برأيك؟ يجب أن تستغله، يعني أي كلام ما في، لا لازم تفتح الملف، لازم تفتح الملف، يعني مهما يردوا عليك لا تقبلي أي رد، لازم تفتحوا الملف وارجعي من أول السطر ونقطة، ولازم يفتحوا الملف. أي عذر مش مقبول، أي تفسير مش مقبول. نعم
نعم، إذن يعني لا تفسير مقبول. هل تجد أنه أمام المجتمع الدولي هذا الملف يعد ثقيل يمكن أن يحرك القضية؟ هل يهتم المجتمع الدولي بقصص الانتهاكات التي تطال المدنيين؟ الملعب الدولي الآن طبعا هذا يحتاج حلقة لوحده، تمام؟ هو حط كل أسهمه الآن في أنه لازم جولة جديدة من المفاوضات. أقدر أتكلم ربع ساعة على الموضوع هذا، على ملابساته، انه الان مفاوضات يعني مفاوضات، خلاص انت اللي عايز تفاوض تفضل، هات لنا المختطفين وبعدين بنتفاوض. نعم. هل يتم يعني لما قبلت الحكومه بمبادله اسرى مدنيين او مختطفين مدنيين يتم مبادلتهم بصفقات تبادل اسرى حرب؟ يعني هل يمكن القبول بذلك؟ لعب جيد للاوراق وللكروت. واهتمام غير عادي من قبل قوى الانقلاب والحوثيين بشغلهم مقابل يعني مش بنفس درجة الاهتمام من جانبنا. من ماسك الملف هذا؟ قولي لي من ماسك الملف هذا؟ الأمن القومي للحوثيين هو اللي ماسك الملف. أنا أريد أن أعرف هل معنا أمن قومي؟ نعم. إذا لو سألتك دكتور عبد القادر بالعودة إلى محمد قحطان، من الذي يغيب محمد قحطان؟ لما هذا يعني ألا تواصل؟ لا أحد يعلم أينه. في السابق كانوا يقولوا محمد قحطان يعني ملفه يخص علي عبد الله صالح، توفي علي عبد الله صالح، قتل. يعني من الذي يخفيه الآن؟ من الذي يريد أن ينتقم منه؟ الحوثيون من باب حاجتين، انه يخافوا انه تاثيره ومعدنه ممكن يضيف الى الكثير مما هو ضائع ومشتت بقياده الاخرين، يمكن يعتقدوا هكذا. والحاجه الثانيه يدوروا على شيء ثمين مقابل محمد قحطان، يعني هم منفعه، شلوا عليهم شيء ثمين وبادروا محمد قحطان بشيء ثمين هم يحتاجونه. الان في ايدك ورقه المفاوضات. نعم، كيف يمكن دكتور عبد القادر نقل صوت أهالي المختطفين وهم في رحلة البحث عن ذويهم، يعني الذين هم قيد الإخفاء بلا عناوين، بلا معرفة مصير، بلا جهات مسؤولة؟ هل يمكن إيصال هذا الصوت إلى يعني إلى من قد يستجيب؟ أنا آسف، أنا في الموضوع هذا ليل نهار ما في معي جواب. نعم، أعلم ذلك. من كلمتين بالعدد، تمام؟ خذوا شيئا غاليا عليهم وبادلوهم به، ونقطه من اول السطر. نعم، اي شيء ثاني ما ينفعش. نعم، كنت اود ان اعرف رايك دكتور عبد القادر عن ما هي الاليه او الطرق التي تمكننا من ايصال صوت اهالي المختطفين، يعني مثلا شهاده كشهادة من خرجوا من السجون، شهادتك أنت يوسف عجلان، بعدك اليوم جمال المعمري وغيركم كثير من تم يعني الإفراج عنهم بهذه الطرق. كيف يمكن إيصال هذا الصوت إلى الخارج ليعلم الجميع ما الذي يدور داخل سجون الميليشيا؟ الخارج دارين بكل شيء، وقد عملنا لهم كل شيء ومسجل كل شيء، وفي التقرير السنوي بيكتبوا، في تقرير لجنة العقوبات الدولية الدوري بيكتبوا، والآن في إحاطة جديدة لمجلس الأمن في الأسبوع الأخير من هذا الشهر 23 إلى 30 أبريل في إحاطة جديدة، وسيذكرون أشياء، وأعتقد أنه قد بلغناهم بقصة جمال المعمري وسيذكروها في الإحاطة الجديدة. هم يدرون بكل شيء الآن، وقت المقايضة، وقت استعمال أوراق بطريقة احترافية، هم يدرون بكل شيء. نعم. إذن دكتور عبد القادر الجريد الناشط السياسي والحقوقي، الشكر الجزيل لوجودك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كنت معنا عبر سكايب من كندا. الشكر أيضا لمن كانوا معنا عبر الهواء عبر الهاتف، السيد عبد الرحمن قحطان نجلة المختطف محمد قحطان من اسطنبول، ومن فرنسا كان معنا فؤاد عامر الباحث في القانون. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.